حديث بيتكلم عن جواز تأخير القضاء، قضاء الأيام الفائدة من رمضان إلى شعبان الذي قبل رمضان القادم، بس ما يجوز تأخره لحد بعد رمضان القادم، حرام. فمن أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني عليه فهو آثم. وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه على الصحيح التوبة وقضاء الأيام بدون كفارة، لأن بعض العلماء قال عقوبة له يصوم لأنه أخر القضاء لحد ما دخل رمضان الثاني ما قضى، فقال عقوبة له يقضي الأيام ويطعم عن كل يوم مسكين، لكن هذا الإطعام في هذه الحالة ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة صحيحة، وإنما الصحيح والراجح أن يقضي الأيام، أن يصوم الأيام التي عليه، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ليه يتوب؟ لأنه ارتكب ذنب، وهو تأخير القضاء من وقت القضاء، لأن وقت القضاء عندك من بعد رمضان ده لحد شعبان قبل رمضان الجاي. عشان كده عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا بشعبان. والأولى الإنسان يبادر طوالي بعد العيد، لأنه ما يجوز يصوم أيام العيد، يوم العيد بعد العيد يحاول يبادر يستعجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ودين الله أحق بالقضاء، فالإنسان يستعجل لأنه الموت من الحياة ما معروف.